أحست السيدة فاطمة بنت أسد بألم الولادة وهي في الشهر التاسع من الحمل، فأقبلت إلى المسجد الحرام وطافت حول الكعبة، ثم وقفت للدعاء والتضرع إلى الله تعالى ليسهل عليها أمر الولادة قائلة: أي ربي، إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلامك وكلام جدي إبراهيم الخليل، وقد بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبحق أنبيائك المرسلين وملائكتك المقربين وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة أنه أحد آياتك ودلائلك، إلا يسرت علي ولادتي. أي ربي، إلا يسرت علي ولادتي. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. مولاي علي.